واحد بيقول كيف يتفق القول ان الله لا يحتاج من ذاته الى ثمن الخطية مع قولنا بان ذبيحة الخطية كانت تستوفي حق الله الالهي، تستوفي العدل الالهي. العدل الالهي لا يحتاج، لكن نحن نحتاج الى استيفاء العدل الالهي. يعني العدل الالهي مش محتاج، العدل الالهي كامل من كل ناحية ومش محتاج لحاجة، لكن احنا نحتاج ان نستوفي العدل الالهي ولا نكون تحت طائلة العدل الالهي، علشان كده بنحتاج للذبيحة مش العدل الالهي اللي بيحتاج. واحد يقول الكفارة والفداء لجميع الناس وجميع الرسول، فهل استفاد منها الخطاة والذين لم يؤمنوا؟ هي كافية لجميع الخطاة في جميع العصور، ولكن يستفيد الاستفادة منها عايزة حاجتين، الإيمان والتوبة. الإيمان لأنه قال في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذن الخلاص خاص بالذين آمنوا، بالذين آمنوا. ومن جهة التوبة قال في لوقا 13:3-5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وقال للرسل في يوحنا 8 إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم، وحيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فلازم الإيمان ولازم التوبة، دي لاستحقاق الخلاص ولنوال الخلاص. فلما نقول لجميع الناس يعني يكفي لجميع الناس الذين يؤمنون والذين